طيب يلا شباب، توقعاتكم من ياخذ الكاس؟ جمال اسرع شيء يلا. السعوديه 2-0 وش اطلوت تنتهي المباراه؟ الكاس حق السعوديه علي النوري بحريني، والمباراه تنتهي 1-0. عادل من يفوز؟ البحرين. احمد الرواس السعوديه. سيف والله صعب التكلفه يا اخي. طوفه 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 بسرعه طوفه. السعوديه. احمد الرواس السعوديه قلت لك. فهد شبيسي انا اتوقع البحرين. يونس محمود. يونس مثل اخويا السعوديه. السعوديه. عذرا محمود. العنبري توقع السعوديه. خالد الشيباني اكيد يا خالد اني المساء قلت البحرين فالبحرين. علي كلنا فايزين في هذه البطوله، اللي بيفوز وبياخذ الكاس بيقول له مبروك، واللي بيخسر بيقول له هاردك، لكن ما في خاسر، كلنا في دول الخليج ربحانين وكلنا فايزين، والله يتمم علينا ان شاء الله الامن والامان والجمعه الجميله. امين امين يا رب. مايد خليه يجيب الاخر. خليه عاد عطنا اسمه. ما في ما في ما في خاسر، كلنا فايزين. والله حلو يعني التوقع، اول مره اشوف توقع. توكل على الله. ها؟ توقع جديد. ها؟ ايه هذا توقع. لا خلاص قول لي توكل على الله. سوينا اغنيه خليجنا واحد لان 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 هذه مباراه نهائيه ما فيها ما حد بيفوز فيها. لا لا ما فيها مقاييس فنيه. بس حد بيفوز. لا لا اكيد في حد يفوز بس ما فيها مقاييس فنيه. وانا قلت هذا الكلام في بدايه الحلقه، فقلنا الاقرب ان السعوديه تفوز بالبطوله، ولكن انا اقصد ان كلنا فايزين في البطوله لان جمعتنا واجتماعنا في هذه البطوله في حد ذاته هو المكسب. انا كنت بالماسي مثلك. نعدل لك السؤال يا ابو محمد، السؤال الجديد تفضل. من اللي بيشيل الكاس؟ ايوه اللي يستحق بياخذ الكاس. اللي ربنا يكتب له اللي بياخذ الكاس. نعم. ما يتشكلت انت. ايه ماجد بيقول نفس كلامي نفس كلامي. انا ما اخوي علي.